السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن طريقة يعني فصال السحاب، موديل ابو السحاب. زين، بالمناسبة هو القياس حجم خاص، حجم خاص خاص. زين، اول بداية راح اجي احدد عرض الحفرة، راح اجي اخذ 8 سنتيم. زين، قبل كل شيء والله اشوفها مساوي القماش، مساوي بس شوية هاي اللاصق نشيله. زين، 8. الطول ايش قد؟ الطول راح اخذه 18. زين، اجي اقصه مربع، طبعا هو المدير راح يكون مربع. زين، مربع. بعد هذا المربع الحين طبعا رديته ابو السحاب، فراح اجي. زين بنات، نجي نحدد المساحه مالت السحاب، طبعا رايدتها. راح استخدم علي هذا القرار، طبعا نزلته بالفيديو اني. هذا القرار راح استخدمه. زين، اجي احدد مكان السحاب، ايش قد انا رايده مكان السحاب. ما رايدتها طويله حيل، راح اجي اخذه على 15 سنتيم. اجي افتح وين راح، راح اجي اخذه على 15 سنتيم. راح اجي اسوي فتحة هسه، زين بنات، واو، فتحت الفتحة بالنص. راح اجي اقص الطانة على نفس المستوى. اوكي بنات، شوفوا حبيبات، طبعا سويت الطانة على نفس المستوى، بس بالنهاية لما وصلت الاحداد مالت الفتحة خليت جواها اصبعتين على مود القلب. طبعا لازم تعطين شوية مساحة بالطانة من جوا، قد اصبعتين. زين، هسه امشونا على الماكينة وخلينا نمشي بالخطوات، طريقة تركيب السحاب وطريقة البطانة للموديل ابو السحاب. وكل موديل سحاب تستخدمين نفس الشيء بالضبط، يعني نفس الخطوات. ويلا بنات حبيباتي، رجعت وياكم بالتكملة مالت السحاب. اجي هسه افتح الدشداشة مالتي. زين، هيجي وابدي نبطن. شوفوا بنات، نبدي بالاول نخلي المنتصف مالت البطانة على المنتصف مثل ما علمتكم. اذا طلعت عندكم البطانة شوية كبيرة عادي سوي لها بنسة، انتي تاخذين لها بنسة بايدك. زين، هاي نمشي بالتدريج على مود يجي خياط مع عدل. من اصل الحافة مع المربع اتوقف، اشيل شوية الباية او ادير القماش فصورها. بعدها اجي الوفها بهالصورة هاي. زين،
ارجعهم ارفع الباية مثل ما قاعد تشوفون. بقى حبيباتي هسه انا بطنت، راح اجي اقصص هاي الحافات كلها. اهم شيء عندنا الركونة لازم تتقصص زين زين. عندك هاي هذا ركن باي شوية زايد اقصصه هسه راح اجي اقلب اول ما اطلع اطلع هذا الركن بهالصورة هاي هيك اطلع الركن مالتي مال المربع. اجي اقلب البطانة بهالصورة قلبة عادية مال البطانة ونمشي شوية اجرها من جوا على ما اظل طالعة. اجي اطلع الركن الثاني اذا ما سيطرين عليه بالمقص الكبير شوي او دار نفيس احسن ما يشق لك القماش، المقص خاف يشقه هو يشقه مو ما يشق. فهذا لا تستخدمين المقص، استخدمي الدار نفيس او المفك باللغة المصرية. بعد هاي المرحلة شوفوا بنات صارت عندي ماس سحاب جاهزة ومهيئة انه استخدمها. فراح ابدي اخلي السحاب وبعدها راح اخلي القراج مالتي. حبيباتي هسه نجي للسحاب، باعوا السحاب نفتحها هاي الصفحة الفوق، يا اما تطوينها هيج يا اما تطوينها هيج، بس انا افضل انه نطويها هيج حتى تصير داخلية متبين زين. هسه هيك بهالصورة هاي اول بداية اجي اثبت شوفي انه بتنطين مساحة. خلي شوية ادني التصوير حتى تشوفون زين. شوفوا هاي السحاب شوفوا اهم شيء نشوف بعض مستويات، يعني هذا هو الراس النهائي اله.
نجي نرفع الماكينة بهالصورة هاي، العفو الباية، وارجع انزلها اخليها السحابة مغلوقة بهالصورة هاي، وابدي اخيط لما انهي هاي الصفحة ارجع افتح السحاب. شوفي شلون صارت عندك، شوفي شلون هاي انضم الجوي حتى ما تطلع لي فوق زين. هسه راح نجي للدانتيل. الدانتيل اول بداية راح ابلش بيه، هذا هو الظهر وهذا هو الوجه. الظهر شوفوا دائما يصير به هيك خيوط هواي زين، بس الوجه يصير به لمعة وشوية شوفين حلو مرتب. شوف بس انا قاعد اخيط، طبعا قاعد اخيط. هسه بنات ناطل للركن شوية من يمه، ارجع ارفع بهالصورة. شو اسوي بقى بنات؟ هذا الركن اللي ما سيطرون عليه اجي اطويه بهالصورة هاي هيج زين، حتى تقدرين تخيطينها. او عدنا شو نشوف لنا طريقة ثانية، او بهالصورة هاي هيج هم تقدرين زين، بس هذيك ارتب يطلع بها. طبعا انا كل شي ما قاعدة اشوف من ورا الموبايل. شوفوا بنات تطوينها بهالصورة هاي وتعدلين، يعني تقريبا تدخلين على شكل مثلث تدخلينها جوي. هلي ادنبسها هاي على مود ما تفلت مني. واو قبل لا اوصل للنهاية راح اجي شوفوا بنات بهالصورة باي، بس انا عايتها شوي لي قدام. كملي الخياط بنات، لا تحاولون تجرون لين تعبت. تحاولون تجرون القماش ابد. هاي هم اريد اسويها مربعة نفس الموديل باعي. باعي سويت هيجي هاي هيجي دخلت هاي هيجي على مو تطلع عندي همينة مربعة. نسيتها على مو نشوف التساوي مالتها. هاي هم نفس الحالة، هم تدخلونها بهالصورة هاي، او اذا تردونها من فوق من هنا حتى تصير نفس اختها اللي بصفها. طبعا هذا نوع القماش كشمير حريم السلطان، هذا ابو اللمعة. اعدل هيج وارجع اطويها على هالشكل هذا. شوفي
نجي نقص الزايد وارجع النوب ارجع عليه ثاني. شوفوا بنات هاي شوفوا ايش راح اسوي له حتى ما ظل هيك عندي مبوطي اجيها من الركن وادوس عليها فاتورها زين. هسه هي نامت عندي يعني بحيث ما تضوجني. شوفوا هاي المثلثة طاويتها اني على مود تنام عندي تقعد مرتبة. شوفوا بنات هاي هم يعني نفس الشيء بقت عندنا بس هاي خيطتها شوفوا بنات شان صارت حلوة ومرتبة. سحاب طبعا ما جريتها كلش 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 ما جريتها خليتها على راحتها. هسه راح اجي اخلص الربط مالتي مالت الدشداشة واشوفكم الشكل النهائي مالتها. طبعا انا كانت غايتي من هذا الفيديو ايضا بس الصدر فراح اكمله كملت الصدر قدامكم مثل ما قاعد تشوفون طريقة فصل السحاب وطريقة تركيبها وطريقة الكيبور اخاف ما تعرفوا له همينة هم ان شاء الله راح انزل لكم هم الطريقة مالته طبعا نفس الكيبور بس على قماش الوان هم راح انزل لكم الطريقة مالته شلون راح تستخدمونه وقصة ثانية همين وانتظروني بنهاية الدشداش ان شاء الله وراح اشوفكم اياه حبيباتي. وهذا هو شكل الدشداش النهائي شوفوا ان شاء الله عجبكم. وهاي هي الردان طبعا سويتها يعني سراوين من السوداج. وهاي هي السحاب شوفوا يعني عدلة كلش عدلة ما بيها اي عواج. ولهنا خلصت الدشداشة وأقولكم مع السلامة ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. وباي باي. لا تنسون اللايك والاشتراك وأهم شيء إيش قد ما تقدرون أنطوا اللايكات على مود الفيديوهات شوية تصعد والكل يستفيد. وتعبت الثاني كلش تعبت لأن هذني كلهن بيوم ما حد سويتهن لأن علي زخم فقسمت الفيديوهات بعدين يعني امزجهن وعدلهن. واقولكم باي باي مع السلامه.